اتحاد الكرة يجتمع غدا لمناقشة أسماء المدربين المطروحة لقيادة المنتخب. وفي هذه الليلة الأندية الرياضية الوهمية في العراق منافع مالية وأصوات انتخابية. مع ضيف الدكتور موفق عبد الوهاب معاون مدير دائرة التربية البدنية لشؤون الأندية والاتحادات في وزارة الشباب والرياضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة ورابعة الرياضية، حلقة جديدة من برنامج صوت الملاعب. أجريت اليوم قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، القرعة التي جرت في بغداد بحضور كل الأندية المشاركة بالدوري، عدد من اللاعبين السابقين الدوليين وعدد من الشخصيات الرياضية. أعلن فيها عن وجود راعي رسمي لاتحاد كرة السلة، سيكون اسم الدوري باسم شركة وانكس بيت، وبالتالي هذه هي الخطوة الأولى بتاريخ اتحاد كرة السلة بعد الاتفاق مع شركة عشتار، علما بأن الرابعة ستكون الناقل الحصري لمباريات كرة السلة دوري كرة السلة العراقي لمدة 3 مواسم، بداية من هذا الموسم، بداية من هذا الأسبوع، وإن شاء الله نتمنى أن تكون تغطية مميزة لدوري كرة السلة من خلال عدة برامج، من خلال التعليق على المباريات وإبراز قيمة كرة السلة وتاريخ كرة السلة بالمناسبة، التاريخ الجميل لهذه الرياضة والنتائج الممتازة للمنتخبات الوطنية والأندية سابقا. بالتالي هذه الخطوة كانت مهمة للقناة وأيضا لشركاء القناة، الاتحاد العراقي لكرة السلة وشركة عشتار. أحمد الحكيم حضر القرعة وأجرى هذه اللقاءات. أمور كثيرة برزت بالحفل القرعة يعني، أو متغيرات كثيرة يعني، أولها هو أنه يعني إدخال تقسيم اللاعبين ل24 نخبة على يعني معدل 4 لاعبين لكل نادي بالتساوي، وهي راح تخلي يعني نوع من المنافسة والمستوى يعني يكون متساوي عند أكثر من قطب من أقطاب الأندية يعني. مثل ما شاهدنا اليوم حفل قرعة الدوري الممتاز بمشاركة ومباركة 13 نادي، 8 أندية من بغداد ونادي التضامن إضافة لنادي الحلة، ونادي من كركوك، نادي نفط الشمال ونادي غاز الشمال إضافة إلى نادي زاخو، أصبحت 13 فريق. شفنا اليوم حفل القرعة بها مفاجآت كثيرة، صار عندنا لأول مرة باتحاد العراقي لكرة السلة من يصير راعي رسمي للدوري إضافة إلى رعاة آخرين. يعني شكرا جزيلا للرابعة على نقل المباريات 120 مباراة، وشكرا جزيلا أيضا إلى شركة عشتار للتسويق لهذا الدعم لاتحاد كرة السلة ولكرة السلة عامة. على بركة الله اليوم أنجزنا المؤتمر التسويق الأول في عقدنا الجديد مع الاتحاد العراقي، العقد يتضمن النقل التلفزيوني، وتم منح ملف التسويق الكامل للاتحاد إلى شركة عشتار. استعرضنا أبرز الصفقات اللي أبرمت، من بينها صفقة مع قناتكم الكريمة قناة الرابعة الرياضية، ونتمنى أن تكون هذه القناة يعني داعمة حقيقية، وهي داعمة بالفعل يعني، من خلال عدد المباريات المبثوث من خلال رقم قياسي يمكن ما تحقق سابقا في تاريخ العراق. استبدأ المباريات انطلاقا من هذا الأسبوع بتجمع الفرق، وسيكون نقل أيضا لمباريات على مستوى فرق الفتيات وأيضا لفرق الشبان، فرق الدرجة الأولى ودوري السلة الذي عاد له الكرخ، الفريق الذهبي لهذه اللعبة، وأيضا وجود صعود نادي القوة الجوية والدفاع الجوي، منافسة كبيرة سيشهدها دوري كرة السلة هذا الموسم. ومن السلة إلى القدم، حيث من المؤمل أن يصل وفد الاتحاد الخليجي للمرة 5577 إلى البصرة للاطلاع على منشآت المدينة هناك والاطلاع على الملاعب، ونأمل أن تكون هذه الزيارة الأخيرة، كما سرب إلى وسائل إعلام عراقية محلية بأن القرعة ستجري في الوقت القادم وأن الأمور انتهت حسمت للبصرة. أيضا
وسائل إعلام كويتية تحدثت عن سوء الملاعب هناك، وأن اللجنة الخليجية طلعت على ملاعب الكويت ووجدت بأن ملاعب العراق أفضل بكثير من ملاعب الكويت. أضف إلى ذلك بأنه لن يكون ملعب الميناء الحجر الأساس الذي تعتكس عليه اللجنة، بالتالي بوجود الملعب الرئيسي ملعب البصرة، وهناك وقت أيضا لإكمال المتطلبات ملعب الميناء. أخبار جيدة، نتمنى أن نرى كأس الخليج بالبصرة، وهذا التعب بصراحة يعني تعب الوزارة على مر السنوات، تعب المسؤولين هناك بصراحة، يعني اتحاد الكرة الكثير من الأخوة الذين حاولوا جهد الإمكان أن تقام البطولة بالعراق. الاتحاد العراقي أعلن بأنه أيضا يوم غد سوف يعقد اجتماع لمناقشة الكثير من الملفات، ومن ضمنها ملف المدرب المنتخب، ولكن إلى الآن الاتحاد يشكو من العوز المالي، وبالتالي يعني إذا لم يتم تخصيص الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء طبعا لاتحاد كرة القدم، فإن الاتحاد سيواجه صعوبة بالتعاقد مع مدرب أجنبي. يذكر بأن السيد راضي شميشل كلف بمهام تدريب المنتخب الوطني في هذه الفترة إلى أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبي، وإلى أن تحل مسألة المبالغ. طيب، دعونا نبقى باتحاد كرة القدم. لدي خبر سأناقشه هذه الليلة أيضا ربما يعني بشكل مؤكد مع ضيفي. الخبر يقول بأنه قبل كم يوم كان هناك اجتماع لوفد من الاتحاد الآسيوي بمقر اتحاد كرة القدم مع رئيس اتحاد كرة القدم ومع الأمين سر الاتحاد. الوفد كان وحيد كرداني نائب الأمين العام، هذه الصورة، وسيد كريم حيدر مدير قسم اتحادات غرب آسيا. اللقاء كان بمقر اتحاد كرة القدم. الخبر اللي عندي بأنه هذا الوفد الآسيوي بلغ اتحاد كرة القدم بشيء صادم ربما للأندية التي تنتظر وتتأمل الصعود إلى الدور الممتاز. الخبر يقول بأنه الوفد الآسيوي أبلغ اتحاد كرة القدم بأنه لا يحق لاتحاد كرة القدم أن يعيد الأندية الهابطة مرة أخرى إلى الدور الممتاز على اعتبار إكمال المعايير والتراخيص، لأنه النظام الداخلي ولجنة المسابقات تؤكد على هبوط أندية وصعود أندية. هذا النظام والهابط الأخير يلعب بلاي أوف مع الدرجة الأولى مثل ما صار توكو الناصرية وأمانة بغداد، بالتالي هذا النظام الذي يجب أن يسير عليه. ولا يمكن لاتحاد كرة القدم، ولا يمكن، هذا كلام الآسيوي الوفد، ولا يمكن لاتحاد كرة القدم أن يستحدث معايير أخرى بأنه الأندية اللي مرخصة تصعد مكان الأندية الغير مرخصة بالدور الممتاز. ولكن هذه المسألة وضعت الجميع حتى الاتحاد الآسيوي الوفد أمام سؤال مهم جدا. فرضا لو أنه عدد الأندية الموجودة بالدرجة الممتازة بالدور الممتاز بعض 3-4-5 أندية ما وفت المعايير، وبالتالي لا يحق، لم يتم ترخيصها ولم تشارك بالدوري، الآن ستكون هناك مشكلة كبيرة بعدد الفرق بالدور الممتاز، وهذا نفس النص اللي قالت لجنة المسابقات بعدد الفرق 20 فريق، إذا 17 شنو الحل؟ لذلك الاتحاد العراقي أرسل كتابا إلى الاتحاد الآسيوي يستفسر منه عن هذه القصة، كيف يمكن معالجة هذا الخلل، وهل لدى الاتحاد العراقي القدرة على التعويض إذا لم يتم ترخيص نادي من الدور الممتاز؟ بالتالي الأندية المنتظرة للصعود الميناء وعلى رأسهم الميناء طبعا يواجه صدمة عدم العودة إلى الدوري مرة أخرى، الدور الممتاز، إلا عن طريق الفوز باللقب والتأهل الطبيعي الموجود بنظام لجنة المسابقات. هذا الخبر ننتظر من الاتحاد الآسيوي، الاتحاد العراقي ينتظر من الاتحاد الآسيوي أن يصل رد من الآسيوي إلى العراقي حول هذه القصة، وإذا كان الرد بأنه يا جماعة امشوا على نظام لجنة المسابقات فما أعرف شو راح يصير. راح نناقش الموضوع لاحقا مع ضيف الدكتور موفق عبد الوهاب، لكن هذه مشكلة كبيرة ستواجه الأندية، حتى طموح الأندية بالعودة سينخفض كثيرا بسبب هذا الخبر. أيضا مصادرنا اطلعت على كواليس عرض مدرب إيران المقال الكرواتي دراغان سكوسيتش على الاتحاد العراقي.
واحد من الوسطاء وسيط دراغان عرض الموضوع على الاتحاد العراقي، لكن رئيس الاتحاد السيد عدنان درجال مباشرة قال بأنه أنا غير مقتنع بالقصة، والرجل فنيا غير مقنع وأغلق باب المفاوضات. بالدور السويدي المنقول حصريا عبر الرابعة، لاعبنا الجديد عمار محسن اللاعب العراقي الأصل سجل هدف لفريق هسنبورغ في مباراته بالدور السويدي، هدف سنتابعه بالصوت والصورة. وهذا طه علي خطير في الجانب الأيسر، خطير في الجانب الأيسر، مر وسدد والتعديل. عمار فعلى عمار محسن كأنه ينتظر الكرة، وعمار جعلها 1-1، جعلها 1-1. لحظة عمار، هي تأتي الكرة، الكرة تحب عمار ووضعها في الشباك وأعلن التعديل لأصحاب الأرض. طه من البداية يجب أن يلعب في الجانب الأيسر. عمار مرة أولى ومرة ثانية، هي اللمسة ولمعشوقته الساحرة المستديرة، وضعها في الشباك وعدل. طيب هذا هدف الرابع لعمار محسن، والذي أبدى ووالده رغبة بتمثيل المنتخب العراقي. نبقى بالسويد حيث الأخبار لا تسر بالنسبة لمهند جعاز الذي أعلن عن إصابته، النادي أعلن عن ذلك، نادي هاماربي ذكر بأن مهند مصاب ولن يستطيع الالتحاق بالمنتخب منتخبنا الوطني في بطولة الأردن الودية التي ستقام نهاية هذا الشهر. المهند واحد من الركائز المهمة التي كنا ننتظر أن نراها مرة أخرى مع المنتخب الوطني. المنسق الإعلامي الزميل عماد محمد عماد تحدث عن أنه سرعة إنجاز اللاعب كيفن يعقوب بعد فترة من يعني بعض الأمور التي كانت معلقة. القصة الآن ما بين كيفن والسفارة العراقية في السويد التي ستصدر جواز اللاعب، جواز العراقي. الأمر يحتاج إلى أنه يراجع كيفن السفارة لتنتهي القصة، وحين إصدار الجواز العراقي سوف يرسل إلى الاتحاد الدولي ليتم تسجيله. طيب سنستمع إلى تصريح السيد حسين الخرساني مدير المكتب الإعلامي نادي الشرطة الذي تحدث عن المباراة المغلقة ما بين منتخبنا الوطني ونادي الشرطة. يعني بحسب رغبة المدير الفني للمنتخب الكابتن راضي، أعتقد أنه ربما قد تكون مبررة نوعا ما، على اعتبار أنها يعني التحضيرية الأولى للمنتخب الوطني، وليس لديه يعني معلوم كامل عن جاهزية اللاعبين. احنا أيضا يعني فهمنا هذا الموضوع، وحتى كان هناك الكثير من التساؤلات بالنسبة لجمهورنا، لكن ما دام الجهاز الفني للمنتخب الوطني يريد أن تكون المباراة مغلقة فلا يضير من ذلك، وبلغنا جماهيرنا وبلغنا الإعلام أيضا أنه المباراة ستكون مغلقة، وعسى أن تعود بالنفع للفريقين لا سيما المنتخب الوطني اللي تنتظره يعني بطولة ربما تكون هي بداية مهمة للمنتخب في تأسيس منتخب جديد وبنواة جديدة. طيب أما بأخبار القوى الجوية، النادي في وضع صعب أمام أيام قليلة ويحسم ملف التراخيص ولا زال بدون هيئة مؤقتة. وزير الدفاع أرسل إلى اللجنة الأولمبية كتابا بأسماء الهيئة المؤقتة. السيد رعد حمودي كان مسافر وبالتالي ما وقع على الكتاب، ورب ضارة نافعة. بعد ذلك أبلغ السيد الوزير بأنه يجب أن يتم ترتيب، طبعا مو قانون، رتب الهيئة المؤقتة 3 من العسكر و3 مدنيين، أو 3 مدنيين لازم ينضافون مو 3 من العسكر. أما رئيس الهيئة المؤقتة عينه وزير الدفاع، يعني صارت هسه اتفاق وزير الدفاع يعين الهيئة المؤقتة، بس اكو 3 مدنيين لازم يصيرون بالهيئه المؤقته لاداره شؤون القوى الجويه. من الثلاث المدنيين 6 من عندهم مقترحهم الكابتن هيثم كاظم، يبدو انه سمير كاظم بشكل مؤكد سيكون عضو بالهيئه المؤقته. الان هناك كتاب اخر جديد غير الذي ارسله وزير الدفاع واللي ما شافه رعد حمودي سيتم ارساله بتعديلات حول الهيئه المؤقته. المفترض باكر ينحسم موضوع القوى الجويه بالنسبه للهيئه المؤقته، لانه اكو ديون على النادي، اكو تراخيص، هواي قصص لازم تمشي. واعتقد بانه يوم غد سيكون يوم حاسم بالنسبه لنادي القوى الجويه. طيب قبل ان نذهب الى المحور نستمع الى
السيد محمد هيش مدير شركة عشتار تحدث لأحمد الحكيم عن ديون الشركة بالمواسم الماضية اللي يطلب الاتحاد ويطلب ما أعرف منه. خلينا نشوف محمد هيش. لا عندنا مشكلة وعندنا قضاء وعندنا يعني هذا الملف تم العبث فيه صراحة من قبل الهيئة التطبيعية، ورطوا نفسهم ورطوا الاتحاد الحالي ورطوا حتى الشركة الأخرى الأضواء ورطوا القنوات. وهسه اليوم لو تسألني الحقوق القادمة يمن، أنا محمد هيش ما أعرف من وين يعني الحقوق، ولا أكبر مسؤول عراق يعرف. هذا الملف حقيقة خطير جدا، وإذا ما تم حله فالأيام القادمة جمهورنا الرياضي في خطر. يعني ممكن أنه ما يتم يعني تصوير مباراة ممتازه. لغايه هذه اللحظه ماديا يجد تطلبون الاتحاد العراقي كشركه عشتار؟ والله شوف احنا ما نطلب الاتحاد العراقي شخصا، الاتحاد كنا سابقا وياه شراكه، بس احنا عندنا مبالغ طائله ننتج الموسم العراقي من ثلاث مواسم ننتج الى القنوات. اول سنه عراقيه رياضيه، ولليوم ما تدوا عندهم مشكله بالاقرار الموازنه يحتاجوا موافقات. الموسم اللي بعده رمونا في التطبيعية، رمتنا في حكم أو في أحضان الأضواء ما سددوا خسرة وقالوا خلصوا لكم الاتحاد. فالقضية الناس مشتكي على الناس وما حد جاي يفتهم. خاصة الأقرب هذا الموضوع أنتوا بالضبط، أنت عندك موظفين. أنا عندي معلومات موظفين عندك ممكن أشهر طويلة حتى ما سنوات طويلة. اليوم أنا عندي مشكلة، أنا مشكلتي وين؟ أنه أنت في كل الجهات كل المقاولين لما ما تطيف مبالغ شو يسوي؟ وقف الانتاج عليك، وقف التنفيذ، اعطيني فلوس اكمل لك. انا ما اقدر اوقف اللعبات، ما تنتظرني تروح على الجمهور وعلي ضغط الجمهور يتعبك. لا 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 بالعكس، بس انا كمباريات ما اقدر اوفى. انا هذا الملف يعني اديره بكل امانه، فقلت انتظر شو حيصير وانقل لعبه ومش الدوري والدورين والثلاثه. الان وصلنا الى نهايه مسدوده ويا الملف هذا. ثلاث سنوات ممكن تصير خمس سنوات وانت تطلب الاتحاد او او او, أو الاضواء او هذا العراق بعد هيك سوي. بس نحل الموضوع احنا، بالتالي بعد 10 ايام عندنا موعد اخير للمحاكمه، وبنفس الوقت منتظرين تشكيل الحكومه واطلاق اموالنا اللي بالشبكه. طيب، قدم السيد علي والي نائب رئيس لجنه الاستئناف استقالته الى اتحاد كره القدم بسبب عدم تسديد، على ذكر المبالغ والله، بسبب عدم تسديد راتب الرجل خلال 10 اشهر ماضيه. الاستقالة قدمت إلى السيد أمين سر الاتحاد الذي بدوره قدمها إلى السيد رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحاد أمر بصرف راتب وقدره 350 ألف دينار عراقي شهريا، وهذا ما دعا السيد محمد والي إلى تعزيز استقالته والخروج مسرعا من باب اتحاد كرة القدم، مستاء من التعامل ومستاء من الطريقة التي يتم التعامل بها. وأيضا هناك عدد من اللجان الأخرى قدمت استقالاتهم بسبب عدم تسديد الرواتب، والاحتجاج الأكبر بأنه لماذا رئيس الاتحاد ونوابه وأعضاء الاتحاد يستلمون ما بين 2.5 مليون إلى 1.5 مليون رواتب شهريا، وبقية اللجان ببلاش يشتغلون، ولماذا هناك عدد آخر من الموظفين اللي ما يعرفون شنو شغلهم يستلمون 1.5 مليون ومليون بالشهر، بينما تعطي رجل قاضي وخبرته 40 سنة بالميدان وانت استعانيت به تعطي 350 ألف وكأنما إهانة أو منة إلى الأخ علي والي الذي قدم استقالته من 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 هذه اللجنة. وكما ذكرت هناك لجان أخرى، والوضع بصراحة غير جيد إداريا داخل اتحاد كرة القدم. أما بالنسبة للأندية التي وصل عددها إلى 400 نادي وهمي كما ذكرت وزارة الشباب وعلى لسان الدكتور موفق عبد الوهاب، أندية كثيرة عديدة من منح الرخصة، رخص مؤقتة، رخص دائمية، ما مشاكل الأندية؟ ولماذا هذه الأندية وجدت أصلا ومن وافق عليها؟ وكيف سيتم حل هذه المعضلة؟ حقيقة هي معضلة، لأن الأندية يعني وراها ناس وعالم ومشاكل وضغوطات، ونحن نعمل في بيئة بها الكثير من المصالح المتداخلة. وطبعا الوزارة زودتنا مشكورة وبصور غريبة لبعض الأندية. هذا هو ملف الليلة الذي سنفتحه بالحديث مع الدكتور موفق عبد الوهاب، لكن بعد تقرير الزميل أحمد جليل. امسك هاتفك وتتصفح أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ادخل لتويتر أو فيسبوك أو انستغرام، ابدي برأيك بأي موضوع، ستجد الردود المعارضة تنهال عليك من حسابات من دون اسم حقيقي
وبأسماء مستعارة. هذه العملية في العالم الافتراضي وهي ليست ببعيدة عن الحقيقة. في الرياضة الموضوع أشبه بمواقع التواصل، أكثر من 100 ناد غير حقيقي بحسب إحصائيات يستغلها المسؤول الرياضي وغير الرياضي كأدوات للهجوم أو الدفاع عنه وكأصوات انتخابية جاهزة. نواد من دون مقرات ولا هيئات إدارية ولا فرق ولا مشاركات تستنزف خزينة الدولة وتأخذ رصيدها من منحة وزارة الشباب والرياضة دون أي مشاركة أو إنجاز يذكر. حملة يقودها عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بتكليفه دائرة التربية البدنية برئاسة مديرها أحمد الموسوي، وعلى بعد أمتار قليلة يقود الاثنان نفسهما حملة إخضاع الأندية الرياضية في الدور العراقي لشروط التراخيص الأسيوية الدقيقة والتي تبعد أي ناد غير مؤهل عن مسابقة الدوري. تصريحات كثيرة وعمل أكثر سنتعرف عليه الليلة. لصوت الملاعب أحمد جليل. شكرا للزميل أحمد جليل. مباشرة نرحب بضيف الدكتور موفق عبد الوهاب. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ طه، وأيضا أهلا وسهلا بكل من يشاهد ويتابع. الاسم المديرية مالتكم طويلة، معاون مدير عام دارة التربية البدنية. السلام عليكم. شؤون الرياضة والشباب والاتحادات. دكتور رحب بك، يعني استلمت مهمة صعبة متراكمة، سنوات من الإجازات الممنوحة للأندية بانتظار، يعني أنا فاهم أن الوزارة تمنح أندية مؤقتة بانتظار أن تعدل الأندية وضعيتها، الأندية ما أعرف وين تروح تختفي وقصص كثيرة في هذا الموضوع، ملف صعب. تعتقد بأن الوزارة جادة؟ هل لديها القدرة على حل هذا الملف؟ شوف، يعني الموضوع كما أسلفت في حديثك موضوع شائك جدا، لكنه موضوع حيوي ومهم في نفس الوقت كونه يتعلق برياضة بلد. كلنا نعلم أنه الأندية هي الأساس في صناعة رياضة. الأندية وصل عددها إلى ما يقرب من 530 ناديا على يعني كل محافظات العراق. كلفت بهذا الملف حقيقة، وكنت سعيدا بهذا التكليف من قبل السيد الوزير تحديدا، وكان هو الداعم الحقيقي لكل خطوة اتخذناها، وأعطانا مطلق الحرية والثقة في اتخاذ أي قرار تراه اللجنة مناسبا. كون أعضاء اللجنة حقيقة تم انتقائهم بعناية أولا، وثانيا يعني هذه الخطوة حتى وإن جاءت متأخرة فهي يعني أنا أعتبرها بداية لتصحيح المسار مرة أخرى. أما مسألة الجدية من عدمها فبالتأكيد أؤكد لك أنه الأمر جاد جدا، وبالتأكيد التدابير التي ستتخذ خلال الأيام القليلة القادمة كفيلة بتأكيد هذه الجدية. الأيام القليلة يعني سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير الأندية، شنو طبيعة القرار؟ نعم، شوف، هي اللجنة لما خرجت يعني بمجموع تقريبا 15 إلى 16 شخصا. أنا حقيقة وزعت اللجان بالتعاون مع السيد مدير قسم الأندية الأخ طيب الذكر علي فؤاد، كون الآن يعني حقيقة في حل من منصبه، كون اتجه لدراسة الدكتوراه وحل بديلا عن الأخ رعد محمد. تم تقسيم اللجنة إلى ثلاثة أقسام في بداية الأمر، ثم يعني وجدنا أنه الوقت لن يسعفنا، فلذلك ارتأينا أنه اللجنة تقسم على خمسة أقسام، في كل لجنة ثلاثة شخوص على رئيس كل لجنة. ليش متأخرين؟ ممكن يعني ليش متأخرين؟ لا، مو إحنا قدمنا برنامج هذا البرنامج خلال ثلاثة أشهر. الثلاثة أشهر انتهت حقيقة، ونحن الآن يعني حقيقة لدينا عشر محافظات أكملنا، أنجزنا التقييم فيها. المتبقي لدينا أكثر من 100 نادي في بغداد تحديدا، وأربع محافظات هي المثنى وذيقار
ميسان والبصرة. هذه المحافظات الخمسة بمعزل عن إقليم كردستان بالتأكيد كونها لا يخضع لضوابط إجازة التأسيس، من المؤمل إنجازها في نهاية الشهر تشرين أول بإذن الله تعالى. لذلك قلت أن الوقت لن يسعفنا، كوننا محددين البرنامج بثلاثة أشهر طلبنا تمديد شهرين آخرين بسبب الظروف اللي حقيقة واجهتنا، إجازة العيد والأحداث شهر المحرم الحرام وغيرها من الأمور حقيقة. زين، يعني نهاية شهر تشرين سيتم إصدار قرار بمستقبل الأندية، إصدار قرار بلجميع الأندية، أما الأندية اللي قيمناها بالتأكيد القرار سيصدر قريبا بإذن الله تعالى. ومن ضمنها أندية الدوري وغيره أكيد كلها. بالتأكيد بالتأكيد. سمعت اللي قلت أنا حول اللجنة الآسيوية، شنو تعليقك؟ سمعت بس يعني أنا ما إلي علاقة حقيقة بالموضوع. أنا نعم في نائب رئيس لجنة التراخيص، كون جزء من التراخيص يتعلق بإجازة التأسيس، لذلك كنت موجودا في هذه اللجنة. معلوماتك دقيقة جدا، ما طرحته هو بالضبط ما حصل، والاتحاد العراقي ينتظر قرارا من الاتحاد الآسيوي. زين، انت شنو تحليلك؟ انت ليش ترمي الكرم هالعبي؟ تحليل؟ لا والله والله جديات. انت يعني انا تحليلي شوف، عفوا بس حتى اقول لك شنو على نقطة حتى انه لو الاتحاد الآسيوي قال لا امشوا على لائحه لجنه المسابقات، زين اذا ماكو انديه مرخصه كامله يعني مراحل راح يصير نقص يلعب الدوري؟ نعم. ما اعرف. نعم، من الممكن ان يكون الدوري من 16 بس هذا ما راح يخالف اللائحه اللي تقول 20 فريق؟ لا لا، لو لانه اللائحه بها انديه مخالفه ل او ما اكملت ملف التراخيص، والدوري عباره عن دوري محترفين يخضع للتراخيص. تعرف جاي تقول هسه دكتور قنبله. يعني مثلا 16 فريق يوم غد ان شاء الله، يوم غد يعني يوم غد ان شاء الله يعني عندنا اجتماع لجنه تراخيص ان شاء الله، ويصدر عنها بيان بهذا الشان. بعد البيان بالتاكيد هناك انديه خارج ملف التراخيص لديها مده 5 أيام من الممكن ان تقدم استئناف من الانديه من ضمنها الجويه وطلبه وانديه مهمه. يعني براحتك انت شو تقول؟ براحتك براحتك يعني انديه اي، لانه الجويه هي مؤقته بعد ما كان يعني على العموم هي تقريبا 5 إلى 6 أندية. ايش قد يحتاج تكيف فيها الخمسه ايام؟ خمسه ايام بالضبط، يعني الاحد القادم ستنتهي المده. تكفي الخمسه ايام؟ هذا شأن خاص بالأندية وليس بلجنة التراخيص أو اتحاد كرة القدم. زين، كون الملف يعني عفوا كون لجنة التراخيص أعلنت أنه الدوري سيخضع لهذا الملف منذ شهرين تقريبا أو أكثر تقريبا. زين، فلذلك الأندية كان عليها العمل بكل جدية، وأني لا أخفيك سرا حقيقة. نعم. أنه لجنة التراخيص عند زيارتها للأندية، بعض الأندية يعني تظن وأنه الأمر يعني مزحة ومن الممكن المشاركة بدون ملف التراخيص، وهذا بعيد المنال هذا الموسم. هذا كلامك لو كلام المكتب التنفيذي بالاتحاد؟ أنا بالنسبة لي أتكلم كنائب رئيس لجنة التراخيص، أنا أتكلم عن اللجنة اللي أنا عضو فيها. اللجنة قرارات باتة لو ترجع المكتب التنفيذي. اللجنة يعني حقيقة تفعل ما يجب عليها على وفق اللائحة الموجودة. أما أي بس القرار للمكتب التنفيذي. القرار للمكتب التنفيذي، لكنه القرار إذا قرار المكتب التنفيذي يجب أن لا يخالف أولا لائحة لجنة المسابقات، وأيضا لاعتمادهم ملف التراخيص لا يجب أن لا يخالف ملف التراخيص. جيد، يعني من الممكن أن يشاركون 16 فريق بالدوري الممتاز؟ من الممكن جدا. وأندية مثل ميناء سان مارا ما أعرف ياهم هناك حلول حقيقة. السيد رئيس اللجنة من الممكن أن يعلن عنها يوم غد. هناك حلول جزئية هي وليست مفصلية أو جذرية، من الممكن أنه يطرحها السيد رئيس اللجنة يوم غد. الأندية تبقى يعني هي حرة في أهم عقبة. أبو ديم، أهم عقبة الأموال الديون لو؟ نعم، هذه أهم عقبة، أهم عقبة العقبة المالية. زين، أنت أصبت الهدف.
اي بالتالي هذا الموضوع مناسبه، هذا ذو فائده للاعبين اللي يطلبون والمدربين والانديه حتى تخلص مواضيعها. بالتاكيد قضايا سائبه صار لها سنوات. بالتاكيد شوف خلي يعني حقيقه هذه لازم عبر منبرك. المشكله اللي تواجه الجميع هو مع احترامي لكل الزملاء الاصدقاء الاخوه العاملين في منظومه الانديه الرياضيه وغيرها كمنظومة رياضية، هناك يعني جهل بالإدارة، جهل بالقوانين، واستخفاف حقيقة. البعض يستخف مهمة صح، البعض يستخف بالإجراءات الإدارية، يستخف بالقانون. يعني حتى الرسالة تقول يعني ممكن الزوراء والجوية أو الطلبة أو ممكن الشرطة جدا. ممكن ما تلعب دور أنت، ليش عبارة القصة ممكن جدا وممكن يعني لا يشفع التاريخ للنادي، لا يشفع التاريخ. لا يعني أبسط شيء يعني أنت تعرف وأنا أعرف يعني الزوراء، القوى الجوية، الشرطة، الطلبة، النجف، الميناء وغيرها كلهم أصحاب قاعدة جماهيرية، وهؤلاء يعني أو أقصد الجمهور متعطش لرؤية من يعشق يلعب كرة قدم ويمتعه أو يطربه، لكنه بالتأكيد من الممكن أن يصطدم بعقبة عدم إكمال ملف التراخيص. زين تحدثنا عن التراخيص، بالتالي القصة شاملة لفرق الدرجة الأولى يعني راح تنزلون على كل نعم بالتأكيد احنا رحنا من الأندية تركناها رحنا على التراخيص عموما. عموما هي الأندية الدرجة الأولى أيضا بالتأكيد مشمولة، وأنا بنفس نفس المعايير بالتأكيد. وأنا أعتقد يعني أنا راح تكون كارثة هنا. شوف هذا يعني لو تشتغل لو ما تشتغل، لا اشتغل عايش سيدك. فلذلك أنه أبدأ بالقليل أفضل من ألا أبدأ. يعني ممكن أسس بداية حقيقية بخمسة إلى ستة إلى عشر أندية مكتملة ملف التراخيص أفضل منه أبدأ بثلاثين ناديا ولا يمتلك أي منهم ملف تراخيص. بعيدا عن حتى موضوع التراخيص أو الأندية، القصة هاي معقول إحنا بالعراق، إحنا مو فرنسا ولا بسويسرا وماشي الأمور طبيعي، تليفونات ضغط، اكو انديه تتبع محافظات مهمه، اكو انديه تتبع لا الويه وفصائل ورجالات دين واحزاب سياسيه، واكو انديه مدعومه من بعض الشخصيات السياسيه والاحزاب، وهاي الانديه والجماهير انتخبتها. انت جاي تجي تفلش قاعده انتخابيه. القاعده الانتخابيه شوف هذه الفوضى على صعيد السياسه والاقتصاد والرياضه والثقافه والادب منذ عام 2003 وحتى اللحظه بدات منذ 2003 وتزايدت ما بعد 2006 وحتى اللحظه بالتاكيد هي من اوصلتنا لمفترق الطرق هذا. لذلك بالتاكيد انه ما اشرت اليه واقع حال يوميا نلمسه، يوميا نسمعه، يوميا نشاهده احيانا، لكنه اولا واخيرا يجب ان لكل شيء يجب ان يكون الى نهايه، فلا ضير انه النهايه تكون بالقانون. اذا القانون حقيقه مو هو الحد الفاصل او ليس حدا فاصلا يا سيدي، تطبيق القانون تطبيق القانون نعم يراد لك دعم، انت تحتاج بالتاكيد دعم. اذا لم يحصل هذا فبالتاكيد نقرا على البلد السلام وليس يعني الرياضة. تعتقد انه في يوم ما نعم ستتوقف اللجنه هسه اليوم الوزير موجود داعمك بالقصه هاي، يتبدل الوزير، تغيرت الدنيا. انا موظف ما لي علاقه بالوزير اولا يا سيدي وآخر. الوزير تليفون يا دكتور موفق يا دائره المدينه، وقفوا هذا الاجراء التريث. نعم اوكي يتريث. انا موظف، دا اقول لك انا موظف. اليوم الوزير موجود، يوم غد غير موجود، اليوم الوزير داعم، يوم غد غير داعم كونه غير موجود. لذلك انا بالنسبه لي ما مرتبط بالوزير حصرا، انا مرتبط بالوزاره، لكنه بالتاكيد لكل وزير فلسفه عمل، لكل وزير توجه معين. انا بالنسبه لي كشخص حديث العهد على وزارة الشباب والرياضة، لكنه شخص عامل بالمنظومة الرياضية منذ عام 1984. لذلك أعرف كل التفاصيل، كل الدهاليز،
وأعرف الشخوص أيضا اللي موجودون، من هو حقيقي ومن هو مزيف، من هو طارق، من هو ابن اللعبة. لذلك كل شيء يعني أنا قلت لك ينكشف الستار عنه ولن يدوم. أما مسألة الأحزاب التيارات وغيرها وغيرها وغيرها، أنا قلت لك هذه الفوضى اللي يعيشها البلد هي من أدت إلى أنه الوضع الرياضي يصل إلى هذا. هاتوا هاي 15 واحد راح تغيرون هذا الموضوع كله لا هي ليش 15 واحد؟ أنت ليش ما تقول وزارة؟ لأنه أني مو أني القرار بيدي، أني قراري فني. القرار سيكون بيد السيد الوزير وهيئة الرأي. جيد. لذلك الوزارة وليس نحن كلجنة. جيد. نعم. بعض الأندية عمرها سنة. نعم. إذن في عهد هاي الوزارة. نعم. كيف يتم الترخيص لهذه الأندية؟ يعني الإجازة المؤقتة تسمح للأندية بأن يفتحوا أنديتهم بمشتمل؟ يفتح بشقة. شوف هذا موضوع حقيقة بإرهاصات. الإرهاصات منذ 4 سنوات أو أكثر تقريبا لم تكن هناك لجان تقييم تذهب لترى هذا النادي أو ذاك لكي يتأسس. لذلك كل الأندية اللي تأسست تأسست على الورق وليس يعني شلون يوقع الوزير أو مدير عام على أندية على الورق؟ هذا واقع حال. أولا يعني قلة التخصيصات المالية منعت اللجان من الخروج لتقييم الأندية والاطلاع على واقعها الإداري والمالي. هذا واحد. هذا واحد. ثانيا سألتك سؤال مباشر. نعم. شلون أوقع أنا مدير عام أو نعم. وزير أوقع على شيء بدون أن تطلع لجنة علي؟ لا بالتأكيد. شوف الوزير من يجي تقدم له أنت ملف، الملف بي انه لفيف من مواطني هذه الناحيه او هذا القضاء او هذه المدينه، الكثافه السكانيه مثلا 20,000 او 30,000، يابا حفاظا على ذول الشباب من الضياع، حفاظا المخدرات وغيرها وما اعرف ايش، بدنا ناسس نادي. المسؤول الاعلى كوزير يقول يابا التربيه البدنيه بيان الراي. التربيه البدنيه شو تسوي؟ ما عندها يعني تلابيب امر بحيث يعني تدارك موضوع التاسيس، تقول يابا زودوهم بضوابط منح اجازه التاسيس وعلى اساسها يشتغلون، على اساسها يشتغلون. جيد. فيبدي النادي يعني على اقل تقدير 50% ينفذ من ما موجود في اجازه التاسيس ويمنح هذه الرخصه اللي هي 6 أشهر مؤقته. اي وبعدين يجي ياخذ منحه بال 15 مليون. هو شوف هذا صح. وهذا يعني مؤشر يعني مو الان، لا من سنوات سابقه. صح. وليس الان. صح. فلذلك اقولها بكل صراحه ووضوح، يعني اكثر شخوص ياتون لتاسيس انديه هم الساده النواب. هذا واقع حال. يعني سادة النواب لأن مطلوب منهم انه نعم يوعد الشباب راح يصير لكم نادي، وحتى انه الأخوة السادة النواب يأتون مع لفيف المواطنين او الجمهور اللي انتخبهم ايضا في هذه الناحية او هذا القضاء او هذه المدينة ويقدمون عفوا الطلب. لكنه في نفس الوقت انا قلت لك انه كل شيء الى نهاية. من قدم له المقترح اي بس اكو انديه مثلا رئيس مجلس النواب نفسه الحلبوسي نعم. داعمها ويريد تفتتح، واكو يقول لك كوارث ببعض هواشفنا انديه بالانبار. لا شوف هسه تستطيع الوزاره غلق نادي فاتح الحلبوسي. اي شوف هسه احنا خلينا نكون دقيقين، يعني مثلا اني اثناء التقرير وايضا جنابك من نعم. تكلمت قلت انه 400 نادي وهمي، هي الانديه 538 28 صارت 30 ان شاء الله. يعني هذه الانديه مو 400 نادي وهمي، انا ما صرحت بهذا التصريح نهائيا. في وقت سابق سالوني الانديه اللي اطلعت عليها كتقييم اولي مبدئيا، يعني ممكن انه كم نادي ممكن يلغى؟ قلت لهم 1/3 الانديه اللي اطلعنا عليها ممكن. وانت صادق.
لان اذا طبق كل المعايير نعم خب اكو انديه كبيره هاي شرطه وزورات كذا ما مطبقت المعايير ولذلك من قلت ثلثي الانديه كون اغلب الانديه اللي طلعنا لها واللي راح تلغى هي انديه اسست حديثا بعضها يجهل اداريا ماذا يفعل، بعضها لا يمتلك مقرا ثابتا ولا هيئه عامه ولا مكتب لا هيئه عامه مثلا عنده 50 60 عنده هيئه عامه لكنه انت تشوف هالهيئه العامه لكن نقول له تعال اوليات الهيئه العامه شنو؟ بعض الانديه ما عنده بس اسم وحتى التوقيع بس اسم بس اسم حتى التوقيع ماكو، اما اكو انديه لا الاسم العنوان الوظيفة الصورة المستمسكات الرسمية كلها موجودة زين فهذا طبعا هذه هي عامة حقيقية الأندية نعم. على مر يعني عفوا حتى أوضح للجمهور هذا موضوع تراكمي مو دكتور يعني من أكيد. وزارات ووزارة كل وزير إجا ضغطوا نواب ضغطوا ناس وانطى إجازات الموضوع أكيد. لا يخص بهاي الوزارة شوف أنا أول ما خرجت على الأندية كان هناك حديث بيني وبين السيد الوزير قال امضي بطريقك وكل الثقة لك ويعني لا تتصور في يوم أقول لك تراجع قلت له مخاف ما أتراجع وهناك وأتخذ قرار تقول لي لا أوقف هذا القرار قال أبدا وحقيقة يعني أذكرها واقع حال كان يتواصل معنا يوميا بعض الأحيان حقيقة أفتح سبيكر حتى يسمعون الشباب اللي وياي من نكون في محافظة أفتح السبيكر يشجع بالشباب مرة أو مرتين صارت فالمهم يعني الموضوع جدي بكل تأكيد وإن شاء الله يعني الأندية اللي ما تمتلك أساس أو استدامة لكي تكون ناديا في المستقبل يعني أعتقد هذا واجب تتوقع القرار إلغاء الإجازة سحب الإجازة تجميد الإجازة لحين يعني هسا أكو أندية عرفت واقع حالها لأن أنا تحديدا كرئيس لجنة من أذهب إلى نادي مباشرة دار شقة سكنية عند ملعب مأجرة عند كذا أقول له يا صديقي يا أخي اعذرنا لأنه الموضوع أنت اعتبر نفسك أوت لأنه كل شيء مؤجر غير مستدام يستفسر قلت له اوكي يعني اشرح مثلا واوضح بعض الاحيان اقول له هسه انت قاعد بشقه احنا رحنا طبينا بشقق عباره عن مقرات انديه وطبينا محلات همينه مو بس شقق وطبينا مخزن ايضا عباره عن نادي المحلات يعني شفناها مثلا بالموصل مخزن شفناه مثلا بكركوك خربة مثلا شفناها بالكوت ببابل زين بالانبار الانديه هاي هي ما جايه تمارس اي شيء بس روح تستجدي المنح شوف حتى 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 اوضح لك ايضا اكثر ايضا تستجدي منح نعم لكنه انت تشوف مثلا اني اباوع اقول له كم لعبه عندك سجل اول شيء كره قدم لان هو فريق شعبي اصلا اللي مسوي كل الانديه الان اللي يعني مقصوده هي عباره عن فرق شعبيه تجي يعني حتى بعض الاحيان تكلمت بوضوح قلت لهم يا اخوان يا اصدقاء لانه البعض من اروح له هو يعني صديق الي بصراحه اقول له يا فلان يا صديقي يا استاذي انت فريق شعبي انت تذكرني بالفريق الشعبي كنا نجتمع بقهوه ونجمع اشتراكات اشتروا دريسات اشتروا مثلا شورت وهذا اللي صار فمين جبت فريق المصارعة مين جبت فريق الفروسية مين جبت القوس والسهم انت انا هسه كرياضي شو يسوي هو مثلا يجي طاها يقول له الموفق رئيس نادي يقول له انا عندي لاعبين أربعة أو ثلاثة بهذه الفعالية أنا مدرب مالتهم أجي خلنا نشترك باسم ببلاش نعم أو أجي أنا موفق كرئيس نادي أقول للطاها طاها أنت مو عندك كم لاعب مثلا فعالية مثلا 100 متر 200 متر وثب عريض وغيره خلي شاركون باسم النادي وأعطيكم فد مليون بالشهر هيجي هذه الأندية هذه الفعاليات لأنه أي بنى تحتية أو مقومات لهذه الرياضة ما شفنا يعني واحد من الأندية في محافظة الموصل تعاون مع السيد مدير حفل القرعة
تحياتنا له. هو أبطال مخرج بصراحة بالمصارعة، أبطال مخرج بس ما عنده قاعة. مقره وين؟ إيه؟ طابق ثاني بعمارة مسكين، فارش البسط وماخذ له غرفة وفارش البسط ويدرب زين هذا وين النادي؟ زين النادي أنا قايل لك النادي عبارة عن كيان بناية بيها استعلامات، بيها ذاتية، بيها غرفة تمين سير، بيها غرفة ذاتية أيضا العفو، بيها غرفة أمين مالي، بيها غرفة رئيس نادي، بيها غرفة اجتماعات، بيها قاعة استقبال ضيوف، بيها مخزن وغيرها من الأمور. وينهن؟ ماكو. يعني غرفة يعني واحد من الأندية في محافظة الأنبار دخلنا يعني قن غرفة، يعني أنا أسميها قن مال الدجاج، بيها مكتب، بيها يعني سجلات وراء المكتب بس. دخلنا للغرفة الثانية لقينا بصراحة يعني مع احترامي ملابس عوائل يعني العفو تكرم، أحذية، ملابس رجال، ملابس نساء وغير. زين شنو السالفة؟ تروحوا لهم وما مستعدين؟ لا هو أكو أندية، هسه شوف أنت قلت لي ذكرتني بأندية ما مستعدين. هناك أندية مثلا في محافظة كركوك لم نستطع الوصول إليها كون المنطقة كانت يعني ساخنة أمنيا. ناديين هم النوارس والرشاد. في محافظة ديالة ناديين أيضا، هو نادي فتاة ديالة ما وصلت نادي أبي صيدة. نادي فتاة ديالة لم يكن مستعدا للتقييم، وأبي صيدة ما استطعنا الوصول. في محافظة بابل ناديين أيضا اللي هم الوردية والبلادي أيضا اعتذروا لأنه ما عندهم مقر، ما عندهم سجلات متكاملة، اعتذروا. لذلك أنا سويت كركوك دزيت لهم كتاب انطونا يعني سبب عدم وصول لجنة التقييم إلى هذا المكان. أيضا إن شاء الله يوم غد راح نوجه كتاب إلى مديريتي بابل وديالة من أجل الاستعلام عن هذين زين. الناديين زين. أنا بس حتى أستغل الوقت وياك، ما الفائدة التي ستجنيها الوزارة والرياضة عموما إذا ما قلصت الأندية ومنحت الإجازات الأندية الحقيقية؟ شوف الفائدة ستعم على رياضة بلد بأكمله، لأنه أنت من تعطي إجازات لأندية حقيقية بالتأكيد الدعم سيكون أكبر لهذه الأندية. الأندية الوهمية عبارة عن هدر مال عام، لأنه الأندية تأتي لتأخذ 5 ملايين 10 ملايين 15 مليون. جمع زين. أنت من أكو أندية حقيقة أخذت العشر ملايين سوت بنا تحتية. أكو أندية جديدة الآن تفخر بها بصراحة، من رحنا شفناها في محافظة كركوك مثلا، في محافظة الموصل مثلا، في محافظة الأنبار. وعلى العكس من ذلك لا، أندية أوراق فقط يعني واحد من الأندية شوف في محافظة النجف جديد ماخذ منحة، ماخذ منحة. المنحة عليها مشكلة بين طرفين، واحد مقدم شكوى على الثاني، هو نادي جديد. زين هذه شلون تحلها؟ هو نادي جديد حديث التأسيس. لذلك أكو فقرة بإجازة التأسيس، من حق الوزارة سحب إجازة التأسيس وإلغاء التأسيس بعد مضي 6 أشهر أو إيقافها نهائيا. طيب بس اختصارات، لأن عندنا استطلاع حول عمل لجنة التراخيص نسيتها والله، الحوار وياك حلو. بس سؤال، الآن سيتم اشتراط، مقترح من حضرتك من المديرية، اشتراط أنه أكو رصيد مالي موجود في البنك قبل المنحة أو مع منح الرخصة. شلون العفو؟ يعني هل من ممكن أن يوضع شرط إضافي جديد بأنه أي نادي يريد منحة على أساس مفترض عنده مبلغ مالي؟ نعم. أنا واحدة من شوف احنا اللجنة قدمت توصيات، ابرزها كان ايقاف اجازات التأسيس. ثانيا لن يقبل اي ملف لمنح اجازة التأسيس ما لم تكن الهيئة التأسيسية تمتلك حسابا بنكيا على الاقل فيه 50 مليون دينار، على الاقل على الاقل فيه 50 مليون. جيد، خلينا نستمع الى الزملاء الاعلاميين تحدثوا عن لجنة التراخيص ونعود لكم.
يعني من الواضح انه عمل لجنه التراخيص بهذا الموسم يكاد يكون مختلف عن المواسم السابقه، بدليل انه ابعدت بعض الملاعب يعني غير الجاهزه ولم تمنحها الرخصه، والكل يعلم انه هذه الملاعب هي كانت الشائبه الوحيده بدورينا المواسم السابقه، لكن احنا مو هذا طموحنا، نطمح من اداراتنا ان ترتقي بانديتها وان تكون هناك منشآت خاصه بها، ونبتعد عن موضوع الايجارات اللي شاهدها اليوم. يعني تعرف كل ناديين ياجرون ملعب مثل ملعب الشعب وملعب كربلاء والنجف وغيره، لكن صراحه هذا اليوم احنا نهائيا ما نشوفه، فقط بالاقوال وليس بالافعال. كل سنه نقول احنا عندنا راح يكون عندنا دوري مختلف عن الدوري السابق، لكن كل سنه احنا نوقع بنفس الاخطاء ونفس الامور اللي الدوري السابق، بالعكس احنا نشاهد بعض الدوريات يمكن افضل من الدوري الحالي او الدوري الجاي ان شاء الله. نتمنى ايضا احنا كاعلام نتمنى ان نشاهد دوري يليق بالكره العراقيه، يليق بانديتنا، يليق بملاعبنا، يعني اكو ملاعب بصراحه يعني مع الاسف ان نطلق عليها اسم ملاعب. لجنه التراخيص لجنه مهمه وعليها يعني ولها مكانه خاصه، لكن اللي نتمناه انه تعمل باحترافيه وبعيده كل البعد من اي تاثير جانبي من اي توصيات، لانه انا اللي اشوفه اكو نوع من الاختراق بشكل او باخر بالفتره الماضيه. طيب دكتور، الكثير يعول على القصه، هاي القصة يعني هي مشتركة ما بين التراخيص والإجازات فعلا. تقريبا هناك الكثير من المشتركات. تتوقع هذا الأسبوع سيكون أسبوع حاسم وصادم؟ حاسم وحافل بالبرامج هم ما شاء الله، هي راح تكون مادة دسمة. يعني عندنا خوش مواضيع هالأسبوع، خوش مواضيع، مادة دسمة راح تكون مدرب المنتخب فضلا عن التراخيص فضلا عن إجازات. هل يعني من نال الخميس الكثير من الأمور سوف أعتقد أنه ستتضح الكثير من الأمور يوم غد، أول الغيث يوم غد وسيتبعها الأيام اللاحقة حتى الأحد القادم. الأيام إن شاء الله مواد دسمة ستكون على وعاصفة الاتحادات وتكييفها من جايتك. أهلا وسهلا بها. أي يعني قصة أخرى يعني يحتاج لها، راح نحكي بها بالأيام المقبلة بالتأكيد. شوف الاتحادات مفصل حيوي ومهم جدا. يعني أيضا أول ما استلمت المسؤولية أيضا أخذت على عاتقي وأيضا بتوجيه من السيد الوزير، لكنه في هذا المفصل حقيقة السيد الوزير طلب أعطي مهل للاتحادات. البعض أشكل ليش الآن ليش كذا، والبعض ماشيين على كتاب سابق أنه خمس نقاط. هو الكتاب السابق، خل أوضح لك الكتاب السابق اللي الكل مثلا تعول عليه. لجنة الشباب والرياضة وجهت كتب إلى وزارة الشباب والرياضة كونها حقيقة الجسر الذي يمر عبر المال للاتحادات، وأيضا تصدر أوامر الإيفاد أنه على الأقل من المدة بعد التشريع في شهر واحد إلى 13 من شهر تموز 2021 على الأقل الاتحادات تكون أنجزت النظام الداخلي مصادق عليه من الهيئة العامة، وأيضا تعين أمين سر وأمين مالي، وأيضا تشكل لجنة انتخابية، وأيضا ازدواجية مناص. قالت على الأقل خلال ستة أشهر، واضح على الأقل أنه لازم توفي. بس هي ما قالت لا تطبقون القانون، قالت أكو خلال هالمدة حتى هاي النقاط لا هي هذني الأربع نقاط. خلال الستة أشهر أكو كثير من الاتحادات حقيقة ما أنجزت، وربما سيستند الكثير على قرار المحكمة بحل الاتحاد الفروسية بالتأكيد. والقادم كما يشاع خمسة اتحادات على المحك. شكرا دكتور موفق عبد الوهاب، ممتن جدا لوقتك. أيضا الشكر والتقدير لكم مشاهدين، نلتقي إن شاء الله يوم غد.